السنة الثالثة ابتدائي. السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية، سنقوم بحله معا. التمرين الأول: أربط بسهم بين الجملة وما تكملها. المسجد مكان أفضل المساجد من آداب المسجد يسمى المسجد. هذا نماذج أخرى: الهدوء وإتيانه بالسكينة والخشوع، يجتمع فيه الناس للعبادة والذكر وطلب العلم. من آداب المسجد بالجامع أيضا لأنه يجتمع فيه الناس للصلاة في الإسلام هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. نبدأ بالأول: المسجد مكان جيد يجتمع فيه الناس للعبادة. المسجد مكان يجتمع فيه الناس للعبادة والذكر وطلب العلم. أفضل المساجد، أحسنتم، في الإسلام هي لدينا ثلاث مساجد وهي الأفضل في الإسلام، هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ثالثا: من آداب المسجد، جيد، الهدوء وإتيانه بالسكينة والخشوع. رابعا: يسمى المسجد، جيد، كذلك يسمى بالجامع أيضا لأنه يجتمع فيه الناس للصلاة. القراءة: المسجد مكان يجتمع فيه الناس للعبادة والذكر وطلب العلم. أفضل المساجد في الإسلام هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. من آداب المسجد الهدوء وإتيانه بالسكينة والخشوع. يسمى المسجد بالجامع أيضا لأنه يجتمع فيه الناس للصلاة. التمرين الثاني: أجب بالصحيح أو خطأ. الملائكة مخلوقات من نور تطيع الله تعالى ولا تعصيه. صحيح. الملائكة يأكلون ويشربون. خطأ. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. يمكنني أن أصلي صلاة الجمعة في المنزل. خطأ. صلاة الجمعة تصلى في المسجد. الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإسلام. لدينا الإيمان هو ركن من أركان الإيمان. الإسلام خطأ، ليس ركن من أركان الإسلام. التمرين الثالث: أكمل الجدول التالي. لدينا الصلوات: الصبح، الظهر، العصر، المغرب والعشاء. مطلوب منا عدد الركعات، هل تكون سرا أو جهرا. لدينا الصبح، جيد، ركعتان وتصلى جهرا. الظهر 4 ركعات وتصلى سرا. العصر، جيد، 4 ركعات كذلك وتصلى سرا، نفس الشيء. المغرب، أحسنتم، 3 ركعات. كيف تصلى؟ ركعتان جهرا، واحدة سرا. 2 زائد 1 3، ركعتان جهرا وواحدة سرا. العشاء 4 ركعات، هنا لدينا ركعتان جهرا، بقي لنا ركعتان وركعتان سرا. وهكذا انتهينا من حل التمرين. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.